السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. ألو السلام عليكم. أهلا سي حاج، كي داير؟ أهلا بنتي خديجة، لاباس عليك؟ كلشي بخير؟ لاباس الحمد لله. عمي أنت لاباس عليك؟ وصحتك لاباس؟ الوليدات لاباس؟ بارك الله فيك. الحمد لله بنتي. يسهل عليك يا عمي، الله ينور طريقك والله يطول عمرك يا عمي. كيف نقول لك يا عمي؟ الله يرحم لك الوالدين يا عمي. والله يا عمي ما عندي لا دويلة ولا عمي، لا مريضة يا عمي، النفسية ديالي محطمة لي يا عمي، حيت عندي هذا المرض الثاني يا عمي، هالكني بزاف يا عمي. الله يرحم لك الوالدين يا عمي، الله يسهل عليك يا عمي. كان شي محسني ولا شي يعاونيني يا عمي. والله ما عندي لا دويلة ولا عمي، مأزمة ومع هاد الوسواس يا عمي تقهرني بزاف يا عمي. خديجة هانتي، شنو هو المرض بالذات اللي عندك؟ مناش كتعاني يا بنتي؟ أنا عمي عندي هذا المرض ديال النفساني عمي، النفس ديالي ضيقة عليا بزاف عمي، والله تيتخربق لي راسي، تيجيني بحالة بغيت نحمق، بغيت نعطي كاع عمي نخرج للخلايا. الله يحفظك يا بنتي. والو عمي ولي مريض عمي. وسبق لك مشيتي عند شي طبيب؟ مشيت عمي عند الطبيب النفساني، والله درت معاه الحصة الأولى وما عنديش عمي باش نكمل، وأنا نحبس ما عندي باش تسوي لا دواء لا والو، أنا نحبس عمي. لا حاجة الدواء عمي والو، ما عندي ما ندير عمي. الله يشفيك يا بنتي. الله يرحم لك الوالدين يا عمي، حالة فقيرة عمي، الوالد كبير في العمر، عنده شي 85 عام في عمره. ما شاء الله. مسكين توا عنده واحد الرجل كانت عندها مسكين واحد العقرب ملي كنا في الزاكورة. أيه. كانت داروا لي هذيك البوطة، داروا لي هذيك البوطة الصغيرة في رجلي، وكانوا طيحوا لي مسكينة في رجلي شي 4 أصابع من رجلي. لا إله إلا الله. الله يشفيها. كان عمي والو الحال فقيرة، ومعنا كريم عمي، كان يعني خدام لي تخواتاتي واحد زويجة، ولكن ما يعني الله هذاك الشيء اللي تكافوا فيه مع الكرا والموت والمصيريف. خديجة شحال العمر ديالك يا بنتي؟ شحال العمر ديالك؟ أنا عمي عندي شي 28 عام في عمري. واش كديري في الحياة؟ كتقراي خدامة كديري شي؟ لا عمي ما تنزل والو، ما عمري قريت كاع عمي، ما عمري ما كتبت المدرسة. كنت قبيلة مني كنا جينا لهنايا، مني جينا من الزكورة كنت خدامة عمي، ولكن صافي مني تصابت في عويناتي مرضت عمي، صافي ما بقيتش خدامة. دابا عويناتك حتى هما مرض ليك؟ لا عندي عمي وحدة مريضة اللي عندي فيها الشبكة اللي قلت لك عليها العملية. اللي قال لي الطبيب راه خصك العمل دير لها العملية، ولكن العملية كتقام شوية دايرة شوية غالية شوية. وحدة عمي ديال عندي لي فريال كنشوف بها شوية عمي، بعدا كانت تحرك ليا. الله يشافيك يا بنتي، الله يشافيك. لا اله الا الله. دير معايا عمي شي دعاء، الله يحفظ لك وليداتك يا عمي، والله يسهل عليك يا عمي، والله ينور طريقك يا ربي، والله والله الله يرحم لك الوالده والوالد، الله يزعم يا ربي على مقامك. خديجه بنتي، شنو الخدمه جنة. شنو هي الخدمه اللي شنو هي الخدمه اللي ممكن تقومي بها؟ شي خدمه مثلا؟ عمي ما قاريه لا والو، ربما في اشغال البيت، ربما تخدمي في شي بيت من البيوتات. زين بيت ممكن تحرك فيها عمي شويه، قاعده تتوقع الدار كاع ما ندير فيها والو، لان حتى دابا الفراغ هو الفراغ، ما خدام انسان ما كيدير والو، هذا هو سبب المرض النفسي، هذا هو سبب الوسواس، الفراغ هو الموطن الذي ينبت فيه الوسواس والامراض النفسيه. خاص الانسان كنحاربوا باش ماشي بالدواء، اننا كنديروا واحد النشاط معين، واحد كنملؤوا الفراغ ديالنا. كاين عمي، وانا عمي ما تندير حتى حاجه عمي، والو سدي عليا جالسه في واحد البيت، سدي عليا عمي صافي، ومل كاع من راسي عمي. لا اله الا الله بنتي، الله يفرج عليك. الله يسهل عليك عمي، لما دير ليها واحد الدعاء عمي، الله سبحانه وتعالى يفرج عليا ويشافيني عمي ويعافيني، وكنتمنى من الناس المحسنين عمي اللي كيسمعوني غير يعاونيني عمي نخرجيني من هذه الحاله فين كنت عمي، يخرجيني عمي من هذا الضيق، نتمنى الله سبحانه وتعالى يخرجها من ظلمات الكفر الى النار. يا رب. من الله سبحانه وتعالى يفتح لي باب الجنه. يا سهل عليك يا عمي، الله يرحم لك الوالدين. واخا بنتي خديجه، العفو العفو بنتي، انا الله يحفظ لك عمي وليداتك، الله يحفظهم لك عمي. بارك الله فيك بنتي، بارك الله فيك، انا احتفظ بالرقم ديالك ان شاء الله بنتي خديجه، وان شاء الله ربي يفتح باب ديال الخير ان شاء الله، ونتواصل معك وربي يكتب لك الرجاء. غير بغيت نقول لك يا بنتي خديجه، اول حاجه المرض النفسي اللي هو مرض الوسواس، لان الامراض النفسيه هي متعدده ومتشعبه ومتنوعه، ولكن 70% او ما يزيد
هي في الأصل ديالها وسواس، ولو عندها تسمية علمية كثيرة يقولها العلماء المختصين في علم النفس، لكن في الجوهر وفي العمق الأصل ديال المرض النفسي هو وسواس. وما هو الوسواس؟ الوسواس هو عبارة عن روح خبيثة، روح خبيثة كتسلط على الإنسان، كتسلط عليه وكتدخل ليه معاه، كتدخل معاه في الفكر وكتبقى تكلم معاه، كتقول لي كلام وكتقول لي حوار وكتدخله في بعض الإشكالات وكيعود كيدور في واحد دائرة مفرغة. ما الغاية من هذا الوسواس؟ هو الوسواس كيخلق لك مشاكل، ومن بعد كينفت فيك الخوف والرعب والذعر، كيعود عندك كيبدا يعزف لك على الأوتار النفسية. حيت حنا في النفس ديالنا عندنا أوتار، كل وتر كيخرج واحد النغمة، كاين الوتر ديال الفرح، كاين الوتر ديال السرور، كاين الوتر ديال التفاؤل، كاين الوتر ديال السعادة، وأيضا كاين الأوتار أخرى سلبية، الوتر ديال الخوف وديال اليأس وديال الرعب. هذاك الوسواس كيبدا يعزف على هاد الأوتار، فيصير هاد الإنسان المريض كيشعر بالخوف الشديد من لا شيء. إلا سولتي مناش كتخاف، غادي يقول لك لست أدري، وغتلقى كيشعر باليأس. لماذا؟ ما الداعي لكي تشعر باليأس؟ والحياة راها جميلة وفيها ما يسر وفيها ما من أجله يستحق أن نعيش. كيقول لك لست أدري، لأن الحق الحقيقة الأمر هو أن ذاك الوسواس ينفت في روع هذا الإنسان المريض. ولماذا كل هذا؟ باش ينفرد به الوسواس الخناس، هو عبارة عن روح خبيثة تتغذى على أجمل ما كان في بني آدم. بنو آدم احنا المخلوقات الآدمية، الله تعالى عطانا واحد الهرمون سميته هرمون الحياة، واحد الخلية بالداخل ديالنا فيها رحيق الحياة، رحيق الحياة. ملي كتلقى واحد الإنسان متفائل وكتلقى دائما يضحك ويبتسم ومقبل على الحياة ولا ينظر إلى المشاكل خلفه، وكتلقى دائما وجهه مبشور وحنا قمزنقين ومقبل على هذا، كتلقى عنده فائض ديال رحيق الحياة موجود عنده، الجسم يفرزه وينتجه. هذاك الشيطان اللي هو من الأرواح الخبيثة اللي هو الوسواس، كيقدر يتسلط على الإنسان وكيبغي يمص منه هذا الرحيق. فكيبدأ في الأول أنه كيعزلو على الناس، أول ما كيبدأ بيك يعزلو على الناس، لأن هنا كننصحو اللي كان مريض، العلاج لا يكون بتناول دوما الأدوية أو تناول الأقراص، العلاج يكون بالاندماج في المجتمع، ندخل المجتمع ونتحرك داخل المجتمع، هذا هو العلاج رقم واحد. أما هذا الوسواس الخناس فهو كيجر الإنسان أنه للعزلة، كيحاول ما يمكن يفقد الثقة في الناس، كيقول لي ربما بقى خير، رأى البشر كلهم فيهم السوء، ربما بقى معاه من دير كلام هكذا باش يعطيك واحد النوع من اليأس في الناس، وكتدخل لسوق راسك وكتغلق عليك الباب ديال الدار ديالك، ومن تما هو كينفرد معك وكينفرد بك لما تدخل إلى غرفتك وكتغلق الباب وكتغلق النافذة وتفض، ديك الساعة كيدخل معك هو الفراش وكيبدأ يقول لك هذا الكلام على الوسادة، حتى كي انت كتيأس وكيبدا يمص منك للرحيق الحياة. في الصباح ملي غتفيق غتلقى راسك فين يوم، غتلقى راسك بأنك ضعيف ومتلاشي وغير قادر على العمل وما عندكش الرغبة في الحياة، وكتكون غضوب، يعني كيتكلم معك الواحد كتنفر عليه بسرعة، وكيتصبح عندك النفس ضيقة، نفسك ضيقة. العلاج بنتي هو كيبدا أولا بأن الإنسان يخرج من الدائرة الضيقة، يخرج مع الناس، الإنسان اجتماعي بطبعه، الإنسان لا بد أن تكون له علاقات مع الآخرين، وهو في طريق هذه كيكون دائما عنده المحطات. عندنا احنا خمس محطات في اليوم، هي الصلوات الخمس، هي بحال غادي في واحد لوطوغوت طريق سيار، ولكن كتلقى لك واحد المحطات تاع الاستراحة، هي الصلوات الخمس. ملي نسمع الصلاة كنوقف جميع الأنشطة وكنمشي نصلي لله رب العالمين، ثم أستأنف طريقي وكنحرص على أنني ندير شي عمل في فائدة لنفسي وللمجتمع، لأن العمل إذا كان غير لنفسي راه نقص، خاص يكون العمل لنفسي أولا وأيضا للمجتمع. كاين بعض الناس عندهم أموال طائلة وعندهم الوسواس، ما السبب؟ لأن العمل ديالهم لذاتهم فقط، هو بغير بغير هو، ولكن لما يكون العمل اللي كيقوم به يعم المجتمع ويتمادى نحو الآخرين، غادي يشعر بالفرحة وغادي يشعر بالإيجابية وغادي يشعر بأن له فائدة في الحياة.
وهكذا سوف يتخلص من هذا الوسواس الخناس ولن يحتاج إلى أدوية. خديجة أيضا بنتي الناس ديال زاكورة كنعرفوهم ناس طيبين ناس متواضعين وناس قانوعين بالقليل، والإنسان حسب مؤهلاتك كيقلب على خدمة. كاين من الخدمة اللي ممكن تقدر يديرها كيعطيك مثلا بحال الوضعية ديالك ما قديش في المدرسة، راه ممكن تكوني مربية. كاين بعض العائلات عندهم وليدات وبنيات صغار، الزوج والزوجة كيمشيو للعمل وكيبقاو بنياتهم وليدهم صغار في البيت رضيع خاصو المواكبة. ممكن هكذا تكون مربية كتفاعل الحنان والعطف والنظافة، وغتكون إن شاء الله وظيفة مطلوبة. هذه عادات ديال الناس كنعرفهم كيقلبوا على شي حد يبقى مرافق لوليداتهم ويخلصوه مزيان ويتهلاو فيه مزيان. كاين كذلك نساء مسنات ولادهم كبروا وتزوجوا وخدموا ما مساليينش، والمرأة ولات مسنة أو الراجل مسن وكيبغي واحد الرفيق داخل البيت يعطيه الدواء في الوقت، يعمر عليه الدار، يحل الباب لدق شي حد غير يعمر عليه، عمل غير متعب. كاين عائلة كبار محتاجين لشي واحد يكون هكذا أنيس. وكاين عدد الأبواب ديال الخير كثيرة ومتعددة. إن شاء الله بنتي خديجة نبقى نتواصل معك وربي يجيب لك التيسير بشي رزيق، وديري إن شاء الله العلاج الكامل للعوينات ديالك والدات ديالك، وربي يغنيك من فضله. اللهم آمين اللهم آمين. اللهم يا رب السادة المستمعين، لالا خديجة كتطلب منكم واحد دعوة. اللهم يا رب العالمين يا مجيب الدعوات بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى في هذا اليوم الأغر فاتح شهر ربيع الأول، اللهم هذه البنية لالا خديجة تولها بكامل العناية والرعاية، اللهم شافيها وعافيها، اللهم ارزق الصحة والعافية وتمام العافية، اللهم اعطيها الرزق الوفير والخير الكثير، واكتب لها السعد الجميل، واختر لها الزوج الصالح الذي يسعد قلبها وينير طريقها. اللهم عجل لها بالفرج، اللهم عجل لها بالفرج، اللهم عجل لها بالفرج. قولوا معنا جميعا آمين 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 يا رب يا كريم. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.